دي شركة، وشركة ضخمة لها معاملات في الداخل والخارج، مش روضة ولا حضانة. أنا جني وجن الفوضى، ما برحم شفت في عدم الانضباط والتساهل والتسيب. واضح الكلام ده ولا واضح؟ أنا عندي نظام في البيت، عندي نظام وفي الشركة عندي نظام. الحياة دي كلها عايزة نظام. الواحد لازم يتحكم في الحاجات عشان الأمور ما تتسرب في راس عينه. أيوة، الحياة دي دايرة النظام ثم النظام والانضباط ثم الانضباط. فضل أقف، تعالي انت. سرينجا، مش قلنا ألف مرة ما في زول يجي الشغل بسرينجا؟ تجيب جزمة يا اخوانا، في زول عندي جزمة زايدة. عارف يا أحمد؟ نعم. أن إحنا عندنا العلاقات الزوجية بتمد بسرعة، وتبقى علاقة الزوجين عاملة زي شنو؟ زي الشغل والشراكات التجارية. عارفة؟ هنا ده دوركم أنت. أنا براي؟ يعني أنت ما طرف العلاقة دي ولا شنو؟ وطرف أصيل، حتشوفي. مش جايز ده غدر وحنقح فيه كلنا؟ عارفة؟ أي علاقة بتحتمي على الشريكين الجواها، هم اللي في يدهم يخلوها علاقة متينة مبنية على الحب والود والمفاهمة، في نفس الوقت ممكن يخلوها جحيم. بالمناسبة الأهل أهم حاجة في العلاقة دي، وانت لسه لحد الآن ما عرفتني بهم. أول زول هعرفك عليه من أهلي علي نسيبي. علي ده طبعا غير إنه نسيبي هو ولد عمي ومتزوج سعاد أختي. خلاص أنا في شغل حد ما أشوفهم وأتعرف عليهم. إن شاء الله. أشرب أشرب. أشرب. تفضل تفضل. يلا خلص الشاي جوا عشان عمرنا خلص. يلا يا ماما. يلا حبيبي خلي بالك من نفسك. باي. السلامة يا ابني. يلا السلامة. خلاص الحجة؟ أيوه. يلا. ممكن آخذ من وقتك دقيقة يا علي؟ أيوه سعاد، بس ما داخليني لأنه دي مو على الشغل. انت ما حاسس يا علي انه حياتك كلها بقت يا ماشي من الشغل يا جاي للشغل؟ ده ما اكل عيشنا يا سعد. نعم اكل عيشنا، لكن الدنيا فيها حاجات تانية كتيرة. حاجات زي شمعنا؟ علاقتنا، بيتنا، منار. انا قصدت بشنو يا سعد؟ ما كل شيء عندنا. ما كل شيء، في حاجة ناقصة يا سعد. انت يا علي. انا؟ انت ما موجود يا علي. حصل انا يوم واحد غبت من البيت ده؟ انت موجود بجسمك لكن روحك ما معانا، ما موجوده. انت بتقولي في شنو يا زعاد؟ انا ما فاهم. انا خايفه لما تفهم انت الفاس تكون وقعت في الراس. سعاد انت بتقولي في يعني الغاز غريبه جدا. انت ما عارفه انا يعني وصلت الحته دي كيف، وما عارفه انه انا دفعتها قدر شنو عشان ابقى انا مدير هذه المؤسسه، عشانك انت وعشان منار. تفضل تفضل يا علي. انا كنت متاكده انك ما حتفهم الكلام اللي حقوله ده. تفضل. خلاص لما نيجي راجع بعدين فهمني قصدي. سلام. معقول؟ معقول ده علي اللي انا اخترته واتزوجته؟ معقول؟ ما لا سعاد دي الايام دي بقت كذا يا اخي، فجأة بقت سعاد اللي انا ما بعرفها. انا قصرت معاها في شنو؟ بدل تفرح اني بقيت مدير للمؤسسة دي تقعد كل يوم تصرصر لي في وشها؟ يعني لازم تنقص لنا في حياتنا؟ لازم خايت نسوان ديل يعني حالة غريبة. شوف ركز في شغلك يا علي، وكل شي بعد ذاك بيجي.
صباح النور. في زول اتصل بي؟ لا لا. سيد الوزير اتصل؟ لا. خلاص جيب لي البوستة وجيب لي الفايل بتاع الفريق. حاضر. بعدين يا بيت يا درية، مش انتظرت كتير يا بيت؟ من زمان كان موظف العلاقات العامة لحد ما عرست المنحوسة دي. بس لو اتحركت شوية ما كانت تكون في حتتها. لكن ما فات كتير بس بيقى المدير، يعني حيعايل لي نفسه، حيعايل لك يا بيت يا درية. شوية حركة كده وقرب منه. الملف. وين وارد الفريق؟ ما عارفه يا استاذ. نعم؟ ما جابوا لي يعني. يمكن بيفتشوا لك فيه يا استاذ. بيفتشوا لي فيه؟ كيف يعني بيفتشوا لي فيه؟ كيف؟ ها؟ نفس الفوضى والتسيب القديم وعدم الانضباط تاني، ها؟ الظاهر انه الاجتماع اللي انا اجتمعت معاكم ما نفع كله. نادي الموظفين ديل. حاضر يا استاذ علي. انا القى منكم انتوا ولا انا القى من سعاد؟ انا هم مفتكرين انا علي رئيس القسم الزمان، لكن لا، ده عهد ولا الان انا سيد علي مدير عام هذه المؤسسه. ممكن تعيشي بالطريقه دي يا سعاد؟ ده ما علي اللي انت خليت ليه الشغل وقعدت ليه في البيت. هتكون عيشتك كده يا سعاد؟ سوي الملاح، خدت الغداء، جيب الشاي، دي قريت ليها يا سعاد؟ دي خليت ليها الشركة دي وقعدت ليها في البيت؟ لا يا علي، أنا كان ممكن أبقى مديرة زيك، لكن اخترتك أنت ومنار على الشغل في الشركة. الظاهر علي وده كان قرار خطأ، وانا لازم اصوب الخطا ده. يا احمد يا اخي انت نسيبي. اي نعم، لكن الشغل شغل. بعدين الشركه دي والله فيها فوضى شديده يا اخي. انت نايم مدير فوقكم يا اخي. يا علي في شنو حصل؟ مش الفايل اللي ما لاقي انه ده؟ انا بنفسي حمشي افتشه واجيبه لك يا اخي. في شنو تاني؟ بعدين يا اخي اختك دي يا اخي ما تتكلم معاها يا اخي. سعاد مالها يا اخي؟ بقت والله ما مفيده، وبقت غريبه جدا جدا، وبقت تعمل حاجات عجيبه شديد يا اخي. كيف يعني؟ ما اعرف انا والله، محسنين وانا المجهود اللي بعمل فيه ده كله ما عنده معنى ولا عنده قيمه. الشغل ده استغالت منه براها بإرادتها هي. والحيرين شنو؟ بقت تقول لي انت ما علي اللي انا بعرفه، ويعني ولقيت كله قاعد في الشركه وبقيت ما قاعد في البيت وشنو كده يعني. علي يؤسفني اني اقول لك الكلام ده، انت فعلا اتغيرت وبقيت راكب لك شخصيه غريبه جدا جدا في الشركه هنا. كيف يعني؟ ده حالت انت احمد صاحبي داير تبقى لي زي اختك ولا شنو؟ اغشك ولا اقول لك النصيحه؟ بينك وبين سعاد انا اول مره اعرف، لكن اللي بيحصل منك في الشركه دي هنا ما صح. شنو اللي بيحصل مني في الشركه دي يا اخي؟ يوميا انت موقف موظفين الشركه دي الطابور يا اخي. انت مدير شركه ولا ناظر مدرسه يا اخي؟ انت قايل لي انا عملت حاجه غلط؟ ها؟ الفايل ده لو ما اتلقى انا حكون في موقف صعب جدا في اجتماع مجلس الاداره. طيب الفايل ده هيكون طلع مشى وين يعني؟ ما دي الكارثه ذاتها، يعني يكون ما طلع وما يتلقى. انا متاكد انه الفايل ده فايلين ما واحد، والمتاكد منه انه مشى مكتب دوريه. حلفت متكسره، دارت انه لا جاها ولا شافته ولا مر عليها. يا اقول لك حاجه، والله العظيم المدير اللي قبليه خير منه، اقل حاجه كامل وهدومه، لكن ده داخل له في شخصيه لا قدره لا قادر عليها. المدير السابق ما نموذج لك. الناس دي كلها في الشركه هنا لما جابوك مدير جديد بدله فرحوا جدا،
وقالوا دي مرحله جديده واستبشروا بها. هم اشتكوا لك؟ ما في زول اشتكى لي حقيقه، ما في اي زول اشتكى لي. طيب. لكن الشكيه والاحباط في عيون كل الموظفين في الشركه دي هنا. طيب يعني تفتكر انه انا اعمل شنو يعني؟ تطلع من الشخصيه اللي انت فيها دي وترجع علي، علي الحبوب الظريف اللي بيحبوه كل الناس في الشركه هنا. انت نسيت انك كنت اول واحد متضايق من المدير السابق واوامره وحاجاته اللي بيعملها كلها دي بدون اي مبرر؟ والله انا بقيت متحير يا احمد، فجاه لقيت نفسي انا زي اللي بعمل في حاجه غلط. السعاده الاقرب لي راضيه والموظفين بيفتكروني انا زي المدير القديم. لا السعاد دي خليها علي انا، وانت براك عارفها حنينه وطيبه رغم حدتها، اما الموظفين هنا فمزولتك انت. لا انت يعني عايزني انا ابقى مدير دلدول وما عنده شخصيه؟ لا دلدول ولا ما عنده شخصيه، خلي الموظفين ديل يحبوك يحترموك بس ما يخافوا منك. رايت يا احمد يعني كتر خيرك، لكن انا لقيت انه الموظفين احسن يخافوا مني. لا لا لا، لو خافوا منك هيبوظوا لك الشغل، الشغل هيبوظ، لكن لو حبوك واحترموك ممكن يكونوا طيعين جدا جدا في يدك. يعني ممكن يكون فايل الفرع ده موجود ودي معاكسه؟ انا ما عارف يا اخويا، قصه انه بقى مدير دي فرحان بيها وطاير بيها فوق اكثر من اللازم. مش شفقانه وحامله عليه. ومن بدايه يا اختي الحنيه اللي نزلت عليك فجاه كده، لو ناسي انا اذكري نسيت انه اتزوج بنت عمه وباعي؟ ما نسيت، دي حاجه بتتنسي؟ انا انسى اي حاجه في الدنيا الا دي. خلاص يا اختي، اهو بقى مرتاح وعنده قروش، مدام ما بقيت الاولى الثانيه ما بطاله. علي ما زال جوايا رغم اني اتزوج. انت عارفه انه انا رفضت اتزوج ذريه. انت اسي بقيتي مدير المكتبه، والظاهر كده انه حسبت عن الضمير وقالي خليكي قريبه منه، وانت كمان لازم تقربي اكتر واكتر وتفتحي الجرح القديم كده. والله يا فوزيه بيني وبينك كده والله راضيه، بلاقي نفسي قربت منه. اكيد بعد ما قامت لي الويشات حيطير وحيطير ليكي، عشان كده لازم تبقي مركزة وشاطرة. والله لو ما دورية دي والله ما كنت أنا يعني عرفت أعمل معهم شنو. الظاهر إنه الجرح تاورك. أسمع، أنت مش ممكن يكون سعاد عرفت بالحكاية دي من زمان؟ يا أخي ما ممكن يا أخي، ده موضوع انتهى زمان ودي كانت يعني ما قسمتها. بعدين سعاد ما عندها أي فكرة عن الموضوع ده. على العموم أنت قريبي وصديقي، والبيضرك بيضرني واللي بينفعك بينفعني. عارف يا احمد، عارف وعارف ثقتي فيك، وانا عينتك نايب لي يعني مش لانك نسيبي، لكن لرجاحة عقلك رغم همسات الموظفين في التعيين ده. عارف يا علي عارف كويس انك بقيت قدر المسؤوليه، ويبدو ان انا يعني ورا مصلحه الشغل نسيت اللي بيحصل حوالي شنو. على اي حال انت بس شوف لي سعاد دي مالها. على العموم الموظفين عرفنا، اما سعاد اختي دي فانا الليله بعرف لك هي مالها. مية مية. معقول يكونوا مفتكريني انا زي المدير القديم اللي كان بعزيمنا ذاك؟ تفضلي تفضلي. شكرا. ده اللي بيت وين؟ والله يا سيد علي انا شكيت يكون ودوا المخازن، فمشيت هناك فتشت عليه لقيته في اول رف. الله يا ذرية، يعني أنا ما يعني ما عارف إنه أنا كنت هعمل شنو من دونك في الشركة دي. يعني ده الواجب سيد علي. يا ذرية دي المرة الثالثة يعني تنقذيني من موقف زي ده. بعدين ما تنسى يا سيد علي شغلي إن أسهل لك شغلك. أكيد في زول وداه هناك عشان يحرجني أنا مع مجلس الإدارة. كلمته 100 مرة وحذرته، لكن الحق ما عليه والحق علي أنا، دي الحظ زي وشي. وكأن أنا هينا ولا لينا، والله أنا مشي الراجل على العجين ما يلخبطه جدا. يا علي أنت جاهل إن هدي النهاية؟ لا 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 لا، دي عذاب البداية، بعد ده أمانة ما أوريك الكي والقرض الني.
منار تعال هنا انت كمان. تعال يا انت لسه ما مشيت المدرسه؟ وما لعبت الرياضيه دي ما بريده. ما بتريده؟ انت قدرت تطلع لي عيله زي ابوك كده ولا شنو؟ وي معلوم. انا زوجتي لو اخطات والله ما برحمها. شفت منار الطيب ده لو عمل حاجه والله ما بفوت لي ولا. زوجتك ما بترحمها؟ ما برحمها. سعاد سعاد ما بترحمها؟ ما برحمها. سعاد اللي بعرفها انا الصعبه. سعاد الصعبه. سعاد الصعبه دي شفتها والله العظيم انا امشيها لك زي الخيط. يا تو خيط ده الخيط اللي بعرفه انا علي. حاله الفصام اللي انت فيها دي حقه تطلع منها. شخصيه في البيت وشخصيه في الشغل. بعدين يا علي يا اخي اللي بتعمله فيك سعاد في البيت ما تيجي تعمله في الموظفين في الشركه هنا يا اخي. حاول تفصل بين سعاد في البيت وبين الموظفين في الشغل. بالمناسبة يا أحمد أنا سعاد أختك دي غيرتها توتالي. خليت لك تمشي شفت العجين وما تلخبطه. وبيني وبينك كده ها يعني قالت لي أنا بالمناسبة بحب الراجل الحمش الصارم الكلمة مسموعة. يعني الكلام ده تقوله لأي زول تاني، تقوله للموظفين، تقوله لأي زول تاني ما أنا. طيب وما تنسى إنه سعاد دي أختي فاهم، وأنا ولد عمك. قلت لي شنو بتمشي على الخير؟ محمد زي وقتك بس محمد اصل الموظفين ده كان يسمعوا الكلام ده يقولوا عني شو انا. ما دي ساعات خلاص قامت الاوامر والمحاضرات. اي سعاد اهلا. سمك جدا 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 هاي سمك البغالات ينفع؟ طيب طيب خلاص من المورد هاي من المورد هاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جبت الحاجات والسمك والحاجات كلها؟ حطها في المطبخ. منار وين؟ مش يلعب كورة برا. كورة؟ في الحر الحارة دي؟ ليه خليتيه؟ أسوي له شنو؟ رأسه ناشفة زي أبوه. لو أنا رأسي ناشف ما كان قعدت معاكي في البيت دقيقتين. لكن دي قسمتي. النسوان كلهم رجال هادين وراقين إلا أنا. قسمتك يا سعاد تسوي شنو؟ أسوي لك الغداء؟ لا لا بس خليني أخذ لي دش شوية كده بس. اليوم كل ألقت في هدومه وهدوم ولده. أنا ما بدي الهدوم دي مجد دعاء في السراير. صبرك شوي بلين مالا. كل مرة أنا أقول الكلام ده وأنت بتسوي الحاجة ثانية ترجع وتسويها. ما ممكن. لكن الواحد في البيت ده هدومه ما يقدر يقديها زي ما عايز. والله العظيم نكاية فيها مالمة. تعامليهم بالحسنة يطلعوا لك في راسك. تخليهم يفتكروك مسكينة وهينة ولينة ويعرسوا فيكي. الرجال دي الظلم يديهم ريك حلو يركب لون وش طوالي. انت يا علي دهنا موظف عندك؟ معلش يا سعاد جسمتك سوي شنو جسمتك يا سعاد. يا الله كلامي مش وداني جا في محله. رجل ده ما عزمني عزاب يا اخواني بالهدوم دي بجدية.
الو علي، ده بيتغدى. انت منو؟ الو كده يا علي؟ اما انا ما تعبت معاي؟ وصلك للدرجه دي؟ لا دي جديده وجديده لينج. وقالت لك يعني انت تبقى زي ابوك؟ اي انت مالك يا ابوي؟ مالي؟ ما تسال امك. انا مالي؟ انا عارف، انا ذاتي دار اعرف. منار قوم خش جوا. اسمي امي، انا قاعد اكل. تمك لك بعدينك، عندي موضوع مع ابوك ده. يا سعد ما تخليني تمك. انا سالتك يا علي؟ يا ولد قوم خش جوا، قوم. يا سعد الموضوع ده مش كان ممكن نتصل بعد الاكل؟ دي ما حاجة بتنتظر، أي حاجة توقعتها منك إلا دي. مالي عملت شنو يا زعت؟ دي منو يا علي؟ منو دي منو؟ اتضربت دي منو؟ ضربت لي أنا؟ أي ضربت لك أنت، ده مش موبايلك؟ أي ولما زول يضرب في موبايلك معناه ضارب لك أنت صح؟ جايز؟ بتخفف في دمك كمان مش؟ بتحترف يعني؟ احترف بشنو يا زعت؟ سعاد 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 ضربت لي دي منو دي؟ انا ناقص انا؟ الرقم غريب ده. يا ربي انتوا على ابوي ده فيه شنو؟ اكيد فيه صور. يا سعاد البنت طلبت لك هي ذات منو؟ انا ما اعرف ولا اني مرات ذات، انا ما اعرف ولا بعرف عنها اي حاجه. هي قالت لك شنو؟ سعاد اسوي لك الشاي احسن. سعاد الان الموبايل ده بعدين علي دي فين مو كيف دي بحيرني انه انا ما عندي اي تاريخ في المسائل دي. هل بحيرني انها لا هاجت ولا حاجه؟ طيب الصمت في شنو؟ الو الو انت منو يا اخي؟ ضرب ولا منو انت؟ ها؟ انت عديم التربية ولا شنو يا اخي؟ عديم التربية؟ اي حسن انا اسف يا اخي. يا اخي دي الشركات بتاعت الترويج اللي قاعدة تروج للحاجات حقاتها دي. عندهم بيت كده مع الزبالة طوال بتضرب لينا يا اخي. هاي لا لا ان شاء الله هاي ان شاء الله. والله يا حسن مع السلامة. الله يبارك فيك. مالك يا ابوي؟ في شنو؟ ما في اي حاجه. يا سعاد ده حسن صاحبي ده. ما هي منو؟ دي البيت بتاعت النمره الغلط. انا يا سعاد اصلا انا الموبايل ده يعني انا الموبايل انا اصلا انا كنت خديت انا ماما يعني ما
لا 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 ده شاي جميل جميل جدا. تسلم ايدك يا سعاد، تسلم ايدك يا اخي. لا الظاهر انه انا وقعت في مصيبه ما يعلم بها الا الله. قلت لك يا سعاد. قلت لك يعني شاي جميل جميل. تسلم ايدك يا سعاد. ما هو الشاي اللي بعمله كل يوم، الجديد شنو؟ لا الليله ما عادي. دي مسألة ماشية لي كارثة، وأنا لازم أتصرف وبسرعة. أهي والله يا أحمد أنا ما عارف ده سوء حظ ولا شنو. أهي يا أخي بقت ما بتدي أقوال ولا أقوال بقت ما بتدي يا أخي. أهي ايوه نفس الكفتيرة ذاتها، نفس المكان ذاته. عليك الله احمد يا احمد، شرني عليك الله يا اخي. تعالي انا والله والله قاعد على نار، والله انا قربت اتجنن عليك كده يا اخي. هاي ما تشرني عليك الله احمد يا اخي، ما تشرني. هاي السلام عليكم. يا احمد يا اخي انا والله ما اعرف ها ما عليك. عليك الله احمد يا اخي، عليك الله، عليك الله يا اخي، عليك الله. ما تاخر بس، ما دخل بس عليك الله يا اخي. هاي وبعدين يا علي يا اخ بعدين. لك يا زعاد انا عندي شغل مع احمد اخوك، انا ماشي له. اخذ راحتك. عايزين حاجه مره؟ لا شكرا. يا سعاد انت منار وين؟ في غرفتي. ايوه قلت لك يا سعد. في شنو؟ لو احتجتوا لاي حاجه من برا اضربي لي تليفون. قلت لك ما محتاجين لاي حاجه. مسلسل ها؟ والله العظيم انا ثاني ما اجيب امشي ولا بتحرك. عندي استعداد ذات علي ليه يا اخي؟ انا كنت امشي الوقت كله انا والشيخ اصري وكذا. ليه لكن يا علي اهدأ يا اخي. ريلاكس يا علي يا اخي، صل على النبي يا اخي. لما سلسل يا اخي استغفر الله العظيم. اهدأ كده انا دارك تكون ريلاكس. ريلاكس استغفر الله العظيم. يلا اهدأ كده واحكي ليه حصل شنو بينك وبين سعاد. يا احمد يا اخي سعاد اختك دي عليك الله، انتم مستحملينها كيف؟ لان اختنا يا اخي طبعا. طيب انا ما اختي يا اخي. بس هي زوجتك. زوجت منو؟ زوجتك انت. قول بسم الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اهدى. انا ما اختي انا زوجتي. طيب هي اسي سعاد زوجتك. هاي كذا انت خلي الموضوع دي كله، احكي لي الحصل شنو بالضبط. كويس. امه قول لي سماجة. ماجة. وما قال لك ماشي وين؟ ما قال لي ماشي وين ويمشي محل ما يمشي. انت داير بيه وشنو؟ وبعدين انت المصحيك لغايه هسه شنو؟ قوم شنو من نومك؟ قوم. يا اخي ده شيء طبيعي جدا، المشكله هنا وين؟ ما طبيعي عند اختك، هي يعني مفتكره انه انا عندي علاقه مع زوله ثانيه. يا اخي انا بعرفك والناس كلها بتعرفك انك ما عندك اي علاقه بالحاجات دي. جميل، لكن اللي بيغنى عديك ابنه ها؟ اللي بيغنى عديك اختك دي ابنه؟ سعاد اثبت لها انه النمره دي غلط. اقنعها انه البنت اتضربت دي ما عندك بها اي علاقه، اقنعها. انا اقنعها بشنو؟ انا الين في البنت اتضربت دي كيف عشان اقنعها؟ بسيطه جدا، ارجع للرقم ده ثاني وشوف ست ابنه.
حتفتكر تمثيليه بيني وبين البنت. والحل شنو يعني؟ انا جايك هنا لشنو؟ طيب انت دايرني انا اعمل لك شنو؟ اتكلم معها اغنيها يا اخي اختك دي. اقول لها شنو؟ اقول لها انه النمره دي غلط. وانت ما قلت لها الكلام ده، كلام انا حيغير شنو؟ دي كارثه، دي مصيبه، وانا ما عارف اطلع منها كيف. يا اخي ولا مصيبه ولا حاجه، هسه حترجع وتلقى سعاد نسيت الموضوع ده خالص وبقت طبيعيه. نسيت؟ يا اخي انت ارجع البيت ولاطفها، اتعامل معاها بالحسنى، قول لها كلام لطيف وطيب. اسمح كلامي، بعد ما الجو اهدى ويروق حترجع هي ذاتها الطبيعيه، انت عارف بتكون العلاقه اللي بيناتكم فتره بردت شويه كده وهي عايزه تسخن العلاقه، يعني يا استاذ زي ما تقول كده دي تسخينه عاطفيه. تسخينه؟ ده صح غليان عديل، ما شفتها يا اخي عملت لي شنو يا اخي. احنا نقوم نمشي هسه، وبكره ليها الف حلة، انا بس دايرك تهدى وهدي الجو بينك وبين سعاد، اتعامل معاها بلطف، خلي الايام دي العلاقه اللي بينك وبينها اخر ود وكله بيتحل. يلا ما تشك. والله العظيم دايرك امرك تمنى تاني ما تجيني اي حاجه انا والله. والله العظيم. باخو هاي. وغير الحاجات دي بتاثر فيني؟ ولا جايين انا بساله؟ والله تاني بعد ده بندق في بحر. اصلا كده الواحد تلعب معاه وتشقى معاه وتتحمل الذل والمهانه عمره كله، واول ما يكبر ويحس انه وصل يعمل له رويشات، هو الحي يفكر فيها انه يتزوج تاني. دي ما يتكلم براك. انا ما بخلينا اتكلم براك. شنو جننتوني انت وابوك؟ خليتوني انا اتكلم براي، خليتوني اتكلم براي بجزك كلب السعرانة. بتكلم اليوم كله ابوك ده، ابوك ده لما يبقى يعني ما برتاح، ما برتاح اصله ما برتاح. بعد ده الدائر يسويه، انا دي تطرفي منه. ايش انا عنده شغل مع شفت جبت لك شنو؟ جيت ماشي بسعد قشرة ولقيت الثياب حلوة وجميلة وعجبتني واشتريت لك التوب ده. والمناسبة شنو؟ لا لا لا، يعني أنا قلت يعني عبر عن شعوري شوية كده، بعدين يعني الهدايا للزوجة أفتكر إنه علي أنت مالك؟ مالي؟ ولا أي حاجة. أيوة ذكرتيني، عندي صاحبي بتاع موبايلات قال إنه يعني دوائر الشبكة فيها يعني الموجات الكهرومغناطيسية في التلفون يعني هي اللي بتخلي النمرة غلط، هي اللي بس يعني بعدين لأنه الدائرة ولا خلاص هحطه في الدولاب. أبوي أنت جيت؟ أي جيت؟ في شنو؟ ها؟ وأنت المصحيك لغاية الآن شنو؟ يلا امشي نوم ولا قلت أدب معك؟ يلا امشي. يا أخي اسمع كلامي، أصبر بس يومين، يومين بس، وتأكد إنه في اليومين دين سعاد حتنسى أي شيء وحيكون كأنه ما في أي شيء حصل. يا أخي والله العظيم الموضوع ده كبير، الله يكبر عديل وسعاد يعني عامل في عينه ما يعني ما في اي حاجه حاصله، مع العلم انه وشا فيه كلام كثير. ثق فيني وصدقني حتنسى حتنسى حتنسى، بس انت خليك في التعامل بالحسنى والكلام المحصول ده والهدايا زي التوب. ايوه لقيتها 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 شنو لقيتها لقيتها. وهاتوا الموضوع ده لو ما اتحلى الزول ده اكيد حيجيب. انتوا عارفين المدير ده ليه كم يوم كده ما طبيعي، دايما يجي متاخر وفجاه يمرق جاري. والمحيرني طابور الاداره الداخليه اليومي خلاه. يا ربي يكون ماله.
انتوا عارفين قالوا اصله انواع المدراء الصعبين ديل نهايتهم الجنون. هاي لكن يجيب فجأة كده ما يدرج لنا شوية شوية. الحمد لله نرتاح شوية يا اخي من المحاضرة اليومية دي. يا اخي كرهنا الشغل ذاته، حسد القاو مرته مكرهها في البيت يكرهنا احنا. وي وي الطرحيل ده طرحيل ده. سعاد ما فهم حاجة. هدية؟ هدية لك؟ علي انت عملت لك حاجة ولا ضميرك ما اني بتمشي؟ تاني الضمير؟ انا ما عملت حاجة فيها تاني الضمير. طيب في شنو؟ كله في ما في الامر انه انا جيت ماشي بسوق الصياغ ولقيت السلسلة بتاع الذهب ده وعجبني وقلت اشتري لك هدية يعني. اتغديت ولا اسوي لك الغداء؟ بعدين يا علي. وين تأثير الذهب؟ وين البريق؟ أنا يعني في الإجازة لي يومين وصارف لي ما أقل من 15 مليون جنيه في هدايا. يا هدي كلها شفتها مجدعة في البيت. يا هدي كلها مجدعة في البيت. يا علي يا علي أنت مكبر الموضوع ده براك مكبر وساكت. هي أسي مش قاعدة هادية 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 من برا ساي لكن من جوا عندها كلام كتير. كلامه معاي بيقى شفتها زي التلغراف. طيب يا أخي الهدايا اللي أنت بتجيبها دي ما بتثبت لها إنك مذنب وإنه ضميرك مأنبك. طيب أنا أعمل شنو يا أخي؟ أحلها كيف أنا؟ يا خليها يا اخي انساها يا اخي. انت مش متاكد من نفسك واثق انه ما في اي زوله في حياتك؟ خليها يا اخي. انسى انسى كيف يعني؟ والله انا قربت اجن. انت تكلم معها تاني يا اخي. يا اخي تكلمت معها اتكلمت معها ما نفع وكل ما اتكلم معها تقول لي ما في حاجه شغل المكتب مسكته لك. بعدين انت عارف انه انا بحضر في الماجستير يا اخي. خلاص انت حضر للماجستير وانا حضر للتجاره الماحي ما اختك. أي نعم سعاد أختي حادة وشرسة لكن أنا عمري ما شفت لي زول غريب الأطوار زي الزول ده. مبروك. في شنو؟ جبت لك موبايل هدية. بالمناسبة الموبايل ده غالي جدا. أنا عندي موبايل. في داعي لموبايل ثاني؟ لا 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 ده 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 موبايل ابو شريحتين. انا كفايه على شريحتي. ابو شريحتين ده بالمناسبه مهم جدا لانه مرات بتلقى الدوائر مشغوله ومرات يضرب لك واحد يبقى الـ الـ يبقى الـ 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 بالمناسبه البنت ضربت النمره دي والله انا ما اخليها. انا ممكن افتح فيها بلاغ عديل كده. اسوي لك الغدا. يا علي يا علي انت برك عارف انه العلاقات الزوجيه دي بتفتر بتبرد لو ما الاثنين حافظوا على سخونتها. بعدين يا علي يا اخي انت اليوم كله في الشركه وسعاد قاعده في البيت. بعدين انت عارف سعاد ليه لا سبب وما سكت فيه يا اخي. لكن انا بريء بريء يا اخي. انا بريء ما بريء المهم انها شكت. بعدين يا اخي سعاد دار تثبت انها موجوده في حياتك انها قاعده في حياتك لسه ومش البنت المتوهمه دي هي حاسه انها احسن منها. يا اخي هي عارفه انه انا ما زول عرس ثاني. عارفه العرس الثاني ده ما عنده ناس محددين زي القدر زي الموت اي زول معرض له وانت ما مستثنى. بعدين الناس اللي بيدبلوا ديل ما جايين من كوكب تاني اي زول ممكن يتزوج وانت بسلوكك ده بتثبت لها انك ما من النوع ده. سلوكي يا سمالو انا حتى الان صرف لي شفتها هدايا بس اكثر من 15 مليون جنيه بمناسبه وبدون مناسبه. يا اخي خلي الحاجات يكون عندها مناسبه يعني عيد ميلاده عيد زواجه يعني أي مناسبة لما يكون عندها مواعيد ومعروفة بتكون كويسة وبتعمل أثر طيب. يا أخي حسسها إنها موجودة في حياتك الحب والحنية. حسسها إنها موجودة في حياتك اهتم بها. بس ده الحل. لقيتها لقيتها.
الظاهر عليه وما حيجنه براو، حيجننا احنا ذاتنا معه. لا 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 مالكم في شنو؟ تعرف معي شمعة بمناسبة شنو؟ الليلة عيد ميلادك يا سعاد. لكن الليلة ما عيد ميلادي. صحيح يا أبوي؟ لا يا شهلا، يعني احنا قلنا شنو؟ يعني قلنا نحتفل به قبل ما يجي وبعدها نحتفل به برضه. دي حاجة جديدة ولا شنو كمان؟ يا احمد يعني في امل؟ والله يا ابو علو اقول لك حاجه، انت مرات قاعد تعملنا ظاهر اسعد ميلاد حتى ما موعده ما جات تعمل عيد ميلاد. يا اخي انت مش قلت لي فتش لي مناسبه حميمه؟ ها في اهم من كده؟ انت اقعد اعمل ايه في حياتك الشتريه دي كده لحد ما تثبت لها في راسها انه الموضوع ده حقيقي وصح. عن إذنك يا كوثر. لا تمام، كيف انت؟ طوالي. ايوه هنتلاقي الليله المساء. ايوه ما في اي مشكله، انت بس هي الي امك وابوك كده والباقي كله علي انا، ما في مشكله. يلا لي بعدين، ما خلاص لي بعدين. اوكي. اسمع، البنت اللي كنت بتتكلم معاها دي، دي اللي عايز تخطبها؟ دي كوثر، دي حتكون زوجة المستقبل كده لصديقك. يعني هسه لو كان شفت لك واحدة يعني غيرها ما كان اخر لك؟ انت بقيت تشوف النسوان ديل كلهم سعاد؟ لا 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 لا، كوثر دي حاجة مختلفة، ومختلفة خالص. سيد علي. نعم. في واحد منتظرك برا، قال انه من طرف سيد محمود. خليني اتصل دقايق بس، دقايق. اوكي خير. تأمر بحاجة تاني؟ لا لا خلاص، امشي انت، امشي خلاص، امشي خلاص. ها علي، انت مش قلت انه نوري دي ما في اي زول تاني عارف غيرك انت والوزير وسعاد وانا ودرية؟ وايوه، عشان كده انا النمرة دي بسميها الخط الساخن. طيب انت ما ممكن تسرب الرقم، وانا ما بسر، وسعاد برضو ما ممكن، والوزير خارج عن الموضوع. يعني قصدك درية؟ البعيد شنو، انا لاحظت انه نظراتها وطريقة كلامها معاك شوية كده ما طبيعية، بعدين هي عندها مصلحة في كده. بعدين الحاجة الثانية، اي حاجة بتروح هنا منك بتلقاها ليك هي نفسها. بس الموضوع ده انتهى من زمان يا احمد، وانت عارف. اسمعني، اخر مره اتصلت عليك متى؟ الليله صباحا كنت نزلت شغل. النمره في الموبايل فين؟ اهي كده وريني. اخر مكالمه مستلمه. تمام. ايوه تمام، انا حتصل على النمره دي اسي، واكيد لو دي التلفون حيرن، والتلفون يا حيكون في شنطتها يا حيكون مخطوط في دوري المكتب. دقايق بس، لو طلعت دي درية تبقى كارثة. انت لو مرة وريني انت منو. ايوه انت انسانة جبانة وبس، وعلي ده انا ما دايراه، شيليه انت، مبروك عليك. انت انت جبانة وحاقدة وخرابة بيوت كمان. بعد ده الطريق بقى سالك يا برية، بس العقبال عندي انا. يا رب يا رب. Thank you.
يا استاذ علي، دي ما فكرتي، دي فكره فوزية. فوزية؟ ايوه، قلت لي نعمل رفقه بينه وبين مرته ونشتري شريحه جديده نضرب من الشريحه لتلفونك. وده كله ليه يعني؟ ما قدرت انسى ليك اللي عملته فيني. وانا عملت لك شنو؟ ما انت عارفه انه يعني علاقتي بيك هي بدت برضاك وبرضه انتهت برضاك، وعلاقتي بسعاد بن عمي ما قامت الا بعد ما علاقتي بيك انتهت. ما تتخيل بعد ما عرفت سعاد انا ندمت قدر شنو، وبقيت حاقد عليها قدر شنو. تفتكر يعني كان ابعد عازب؟ انت عارف انه المزعله دي بوليس كيس، لانه ده تخطيط اجرامي. انا ممكن امشي لسعاد واحكي لها. بس في حاجه انا ما فاهمها، يعني فرضنا انه انا يعني نصحت ليكي وهي حاجه مشت كده، يعني مش كنت في النهايه يعني عارف السبب؟ ها؟ وحق تلاحظي انه سبب الاختلاف القديم بيناتنا ما زال قائم. بعد ذاك انا قلت كان حيكون عندك استعداد انه نعيد الماضي، وانا ما يئست، قلت ساعات حسب لك البيت. المشكله دي حلها في يدك وبالحسنى بدون ما نلجا للقانون. لا ما في داعي للقانون، ما في داعي للقانون يا استاذ علي، انا شركتي حخليها وامشي. يكون احسن. دريه تفضلي.